هل لديك تعقيب على ما سمعت؟ أكيد بداية أكيد الأخ زياد طرح الموضوع بشغلة شمولية وريح المواطن وريح إعلان العالم لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان. ربنا بيقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فرق فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياك فكأنما أحيا الناس جميعا. لو تيجي كل منظمات حقوق الإنسان والمنظومة الحقوقية للإنسان، أنا عندي تشريعي وعندي قانوني وعند شريعة ربي، أنا بعطل حدود ربي في ظل المنظومة اللي بيحكوا عنها هذه، مش معقول. لما ربنا بيقول القاتل يقتل، وين صارت؟ وكما قال الأخ زياد بكل شرائع ربنا القاتل يقتل. وبعدين هذه أحكام لا يجوز لا مع ولا ضد، لأن أحكام ثابتة. عندنا قمت القتل والزنا والردة والحرابة، هذه في الإسلام وبيضيق الحدود. إذا كانت لدينا محاكمات عادلة ونزيهة ومستقيمة وبتمر بكل مراحلها، وين المشكلة إني أريح المجتمع وأريح الناس وأريح كذا؟ المجتمع تضع حد، يعني تضع حدا سيدي. أنا لما أنا جدا جدا أولا هو يرتدع، والآخرين الآن يفكرون. شوف من اليوم بدوا مش نفذوا 11 عقوبة، خلينا على أرض الواقع. اليوم كل واحد يبحث من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لوساطات يذهبوا لأهل المجني عليهم ليعملوا اتفاقية صلح. وإذا عملوا اتفاقية صلح يا أستاذ لو بدهم يشنقوا وقف المشنقة، وبقولوا وقف المشنقة لأنه في مصالحة، فهذا مدعاة لإجراء المصالحات بين مكونة المجتمع. أنا الحياة هذا إحنا بنحافظ على حياته صحيح. طيب الأسر اللي تدمرت والأمهات الثكلة والمجتمع اللي بيقتله، وين أنا أروح منه؟ فلذلك هذه الحدود سيدي هذه حدود ما بصير نقول منظمات حقوق الإنسان وتدعك، هذه حقوق ربنا شرحها. لو لم يكن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة إنه يقتل القاتل يقتل، وإلا بعدين في ناس جيناتهم تقوم على القتل والإجرام. بعدين مين قال لك لما يصدر حكم بالله عليك حكم من محكمة الجنايات وتصدق محكمة التمييز مين أي؟ بعدين احنا دولة ذات سيادة، والله ما بيأثر. كما قلت لك في الحلقة الماضية رمزي كلارك وزير العدل قال لنا بوش نفذ صادق على 153 حكم إعدام في ولاية تكساس لوحدها، في ولاية تكساس فيها رجال ونساء وأطفال، احنا لا الأطفال ولا النساء بنعدمهم إذا كانت المرأة حامل. بينما بعدين حقوق الإنسان في وكمان مش بيحكم حقوق الإنسان، المادة 6 يا أخوان بحقوق الإنسان بتقول إنه الحياة الإنسان اللي ذكرها في بداية حديثه الدكتور علي، لكن بالفصل بالبند الثاني منه بتقول في الجرائم الخطيرة جدا كقضايا القتل حتى وأجاز للدول التي تقيم حدود الإعدام إنه حتى لو لا يجوز صدور لا عفو عام ولا عفو خاص ولا تعديل التهمة. صور قد إيش شديدة، لا يجوز بقانون حقوق الإنسان اللي بيدعوا بوجود قانون حقوق الإنسان، هم يقولون بحقوق الإنسان ممنوع. فلماذا التباكى على إنسانية الإنسان والإنسان دمر في مجتمعنا؟ هو حفاظ للمجتمع والدولة الأردنية جميل. والدولة تقيم صلاحياتها بموجب قوانينها. الدولة لا تمارس حقوقها وسيادتها على بلدها معناته الدولة شرعية واضح جدا.